تحقيق التحقيق التحقيق يعني الزاني ما عنده عدد تحقيق في البلد يا غندر كان مصلحة البلد. أنا من رأسي ما عندي أي مشكلة مع أي تحقيق. وإذا قايلوا وقايلوا مودع على يسمعوه الوزراء السابقين ويسمعوه البريمير مينستر اللي سابق ذاك وذا كامل إلى عاد فيهم واحد قلت له يوما ما مدة 11 عام أنه يعدل قضية يسوى شن هي خارج القانون مستفاد ما أنا بقي منها والله مستفاد حد منها يسوى من هو خارج القانون والله وخذنا وقية واحدة والله فيفتن والله أورو والله دولار من الخزينة والله من أي شيء من ممتلكات الشعب الموريتاني أنا مستعد ويتكلم ويكتبها ويقولها مراعيهم كاملين هناتية موجودين الحمد لله هذه 12 عام هناتية أنا سابق ذلك ما كنت سير للبلد ومنين نرجع لها غير هذا مين يعدل مين يبدأ التحقيق للرؤساء كاملين والرؤساء ما هم اللي يسيروا حدهم والقطاعات كاملين يخلق فيهم الفساد وتعرفوا عني أنا 11 عام لدي قطع حبست من الرقاجة للأسف ومتأسف عليها ومتأسف على اللي وقعتهم هم ومتأسف عنهم اللي بطشوا هم الشعب الموريتاني ما قطع عدلوا رئيس هناتية وإذا ما يقدر الرقاجة يقوم بهذا كامل من التحقيق والممارسات التفتيش ويعود هو الذي يعود أطمنهم ما هو معقول يقير بعد اللي عدتوا فيما تي وسير أنا طالب البرلمانيين هذا اللي قلت أنا طالبهم أنهم لا يعدلوا ذي اللجنة وأنهم يخلوا يعدلوها يقول هم لا يقولوا أنهم لا يعدلوها وتجيهم مدة ثانية تقول لا تعدلوها يعدلوها مرة واحدة خلي روايتهم مرة واحدة لأن فيها المصلحة بعد ذلك كانهم يوحلوا في شيء ثاني يهم ذي البلد البلد دولة ضعيفة وفقيرة وعند ناس مشاريع مهمين ومن عندهم دائما واحد في البلاد اللي خلوا قضية تعدل مرة واحدة التحقيق يعدل مرة واحدة وجر طرف على ذا كامل يحقق فيه توفي رواية مرة واحدة وتبارك قصة معنا اشتغلوا عقب ذلك لا تتم ولا تكتبوا الأمور ومعاد ظهر عقب ذلك ذاك اللي يجيب لكم خياركم عقب يعود يشد عليكم هذا مرض دراه مرض هي قال تم تسمع ايه وفوا عنكم السرواية عدلوا تحقيق مرة واحدة عدلوا اللجنة عدلوا المظاهرات شهر الجمعية الوطنية كانت عدلوا تحقيق مرة واحدة وذي الأحزاب اللي يقولوا هذا النوع مدي الأحزاب ما هم جادين لأنهم يعني يعرفوا قضاياهم كامل مين اللي قبضهم واحد واحد ما فيهم واحد ما نعرفه ولا فيهم واحد ما عنده ملف تالي مدي